لأن بعيدها لم يكن حسين مايك كان بعد الاختيار غير موفق وغير صائب. محمد مفيد كوناتي يتدخل ودي محاولة لتسجيل وطارق أوتاح ينهزم من خلال هذه اللحظات. خافي يسجل الهدف. قلت بأنه لحظات صعبة تنتظر لاعبي فريق اتحاد طنجة بعد النقص العددي، وجاءت في اللحظات الأخيرة إسماعيل خافي المتعاقد مع فريق الجيش الملكي. وسنتابع هذه المحاولة. مودان وكان محاولة محمد الخلوي وفرصة تسجيل الهدف الثاني ولكن الحكم كريم صبري بالفعل يتأكد من هذا الأمر، وبالتالي يقر بأنه كان لاعب محمد خلوي في موقف تسلل. إذن اللقطة من مختلف. إذن الحكم يقول ضربة جزاء. إذن سنتابع هذا الحارس طارق أوتاح والهدف الثاني بالنسبة لفريق الجيش الملكي من نقطة الجزاء. إذن